هلا انا طلعت بنظرك حرامي يا حرامي؟ لا تقول عني حرامي احسن لك. شوف اذا دبت النخوه براسك وما عجبك كلامي ارفع فيه تقرير للمديره العامه، خليني بق هالبحصه اللي عندي انا واحكي اللي بعرفه اللي ما بعرفه، خليني تفتح تحقيق رسمي بالموضوع. هلا مشان كلمه صغيره قلتها وانت معصب ارفع فيك تقرير مشان ضرك، لك انت موظف بالشركه وسمعتك من سمعه الشركه. هلا حرامي كلمه صغيره؟ شو بتحب لك لحتى تدب النخوه فيه؟ يا عديم الاصل يا قليل الوجدان يا لص يا مرتشي، ولا جلدك تمسح وما عاد اثر فيك الحكي؟ بسيطة بسيطة، الله يسامحك ما راح ارد عليك. افرض اني زورت، انت وجماعتك بالعين الملايين، دقت عينك على 5 ليرات؟ يا اساس اللي بده يزور مشان 5 ليرات بيكون بده يطعمي اولاده فيهم خبز لانه جوعانين، مو مثلكم انتوا بتسرقوا وبتزوروا مشان تكبوا الخبز وتاكلوا بداله كيك وبسكويت؟ لا انت زودت كثير. شرف ارفع فيني تقرير وزيد كلام من عندك، اللي بدك اياه حطه بالتقرير، شرف. ايه روح عمي روح روح، هلا مالي فاضي احكي معك، روح منو شي. ايه سيدي لما بتفضى وبتحس حالك انك صرت رجال وقد الحكي ابقى تعال حاكيني. الموظف هاد لازمه كبسه مرتبه مشان يجيب اخرته. حبيبي هادي طول امجد ما؟ لا ما طول. دخلها ليش طلبته مدامتك؟ شو بس ترجع لطاولتك احسن ما انبلى فيك. لا تقيه لا تحط زيح شوي. لا تقيه لا تحط. شو هنيك يا ابو الهد على هيك مدام؟ هلا فهمني شو صار معك، ليش طالبتها؟ موفق الحرامي مفكر كل الناس حراميه مثله. اوف شو بموفق؟ قال متهمني انه انا مزور فاتوره. أنا فاتورة؟ فاتورة اللي جبت فيها الطاولة. أوف وعلى أساس شو مزور فيها أنت؟ على أساس شو؟ قال أنا كانت 40 ليرة مسجلة ومزورة 45 ليرة. أوف مبلغ كبير. شو كبير كتير كمان. سكتت له؟ أعوذ بالله فتل عنده على المكتب مشطته وغسلته من فوق لتحت بهدلته وهدلت الكلاب. بيستاهل الواطي. إيه صور قلت له حرامي مرتشي قليل وجدان، لك اشتهيت يفور الدم بعروقه ويقول لي بدي حولك لجنة التحقيق. يعني شو كنت ساوي؟ كنت حكيت كل شيء بعرفه عنه. وهلا فيك تحكي كل شيء؟ فيك ترفع تقرير لسيدة المديرة العامة، وإذا ما بدك ترفعه للمديرة العامة جيب لي إياه، أنا اللي برفعه. أنت التهي بتقاريرك. يا حبيب. أنا مدينة إلك كثير على أمانتك، وعلى حرصك الشديد على أموال الشركة يا أستاذ موفق. أنت موظف مثالي. الله يخليك يا مدام. أنت قدوة. يحتذى بها يا أستاذ موفق. شكرا شكرا يا مدام. أنت منارة الدقة والنظام. الله يحفظك يا رب. أنت العدو الأول للكذب والنفاق والبروزة والتسلق على أكتاف الآخرين. شكرا غمرتيني بلطفك يا مدام، مو معقول الكلام. أنت 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 شو اسمك الثلاثي؟ أنا اسمي موفق أحمد كوساي، بس ما بعرف يعني شو عملت لحتى عم تمدحيني كل المديح يا مدام. ايش هالتواضع هاد؟ شو هالتواضع هاد يا استاذ موفق؟ معقول؟ معقول ما بتعرف حضرتك شو سويت؟ انت كشفت اكبر جريمه كان ممكن تحصل بالشركه. هو صحيح المبلغ تافه وصغير وما له قيمه، بس السرقه سرقه، واللي بيسرق 5 ليرات مستعد يسرق 5 مليارات. مشان هيك انا اصاله عن نفسي ونيابة عن خزينة الدولة أقدم لك خالص شكري وامتناني. العفو يا مدام. الله يكون بعون هالخزينة، رح تفقع من الضحك من كتر ما في إيدين عم تنمد عليها وتكركرها. قولتك كتر الضحك بموت؟ ما بعرف أنا مالي دكتور. إيه أستاذ موفق؟ نعم. شو بتقترح علي يساوي بخصوص الفاتورة المزورة؟ أنت صاحبت القرار النهائي والأمر بيعود إليك يا مدام. مزبوط، بس لو كنت محلي شو بتساوي؟ يعني أنا لو كنت محلي كنت ما تساهلت بنوب بخصوص الفاتورة، لأنه صحيح مثل ما تفضلتي وقلتي المبلغ تافه ومو محرز، بس السرقة سرقة ولازم تفرضي بحقه عقوبة رادعة مشان يكون عبرة لغيره وما حدا يفكر بعد اليوم أنه يزور ولو يسرق ليرة واحدة. وأنا هيك رح ساوي، يا ريت تصرف له هالفاتورة بسرعة. السائق ماجد نظمي؟ وليش مستغرب؟ شو عيب حدا من عيلتي يشتغل شوفير سوزوكي؟ لا مو هيك القصد، بس يعني السائق اللي نقل الطاولة اسمه غير هيك
خايف بكره مفتش الرقابة المالية تطلع براسه ويشوف الفاتورة ويقول لي جيب لي السائق مشان يتأكد من صحة الفاتورة، منين بتجيب له اياها؟ ليش ما دريت؟ بشو؟ لما الموظف أمجد حس إنه سرقته وتزويره رح ينكشفوا، راح جاب السائق اللي نقله الطاولة واسترجع منه 45 ليرة، قصدي 40 ليرة. بعدين راح جاب سائق تاني اسمه ماجد نظمي وخلاه ينقله الطاولة من المستودع لهون. بس السائق هاد طلع طماع، طماع كتير فوق ما تتصور، ما كان يقبل بال40 ليرة، قام أعطاه 45 ليرة بس خلاه يكتب له فاتورة واضحة ومحددة بالمبلغ. في شي شك بالفاتورة الجديدة اللي قدم لنا إياها؟ مثل ما بتأمري بيصير مدام. بدي صاحب الفاتورة يستلم حقه فورا. حاضر مدام. وفوقه اعتذار. حاضر يا مدام. كتير منيح. هاي خلصنا من أول فاتورة، منجي للتانية. معقول يا أستاذ موفق حفل التدشين أضرب وأطرح تكلف 200,000 ليرة بس؟ هيك كلفت مدام. الأستاذ شاكر شاف الفاتورة؟ طبعاً طبعاً شافها. متأكد؟ طبعاً متأكد، أنا فرجيته إياها قبل ما أرفق لك إياها. أنا ما عم صدق، فعلاً ما عم صدق. هيك مناسبة عادةً بتكلف لها أقل تقدير 400-500 ألف، كيف أنت قدرت تدبر الموضوع كله ب200,000 ليرة بس؟ أنا شفت ناس قلبهم لله وحاسبوني بأرخص الأسعار. أنا بهنيك يا أستاذ موفق على غيرتك على الأموال العامة، وبهني الوطن بالأشخاص يلي قلبهم لله، ومثل ما تشكرتك بدي أتشكر هدول الناس وجهاً لوجه وصافحهم بإيدي. ما في داعي يا مدام تعذبي حالك بهيك موضوع، أنا بتشكرهم عنك. لا في داعي، أنا بدي أتشكرهم بنفسي. بس شلون؟ شغلة بسيطة، تستدعي يلي عمر منصة التدشين ويلي ليسها ويلي لبس رخام ويلي نقش عبارات التدشين على الرخام ويلي زين ويلي مدد ويلي ويلي ويلي، وكل واحد عطيته ولو ليرة واحدة بتجيبهم لعندي مشان أتشكره. إيه بس أستاذ موفق، تعمل مثل ما قلت لك وقال رح أعتبر الفاتورة مزورة وافتح فيها تحقيق رسمي. حاضر. تفضل باشر عملك. مثل ما بتأمري مدام. يا أنا يا أنتو. والله يلعن الشيطان، شو كان لازمني بهالقصة؟ ألو؟ مرحبا استاذ هادي، كيف صحتك؟ دخيلي عيونك الاستاذ امجد عندك؟ ممكن تعطيني اياه؟ ايه على عيني. لحظه بس ابو المجد، تليفون لك. مين؟ استاذ موفق. قل له مو هون. لك شلون بدي اقول له مو هون بعد ما قلت له على عيني؟ قل له طلع. خلص احكي معه ما بيصير لك شيء. احكي. نعم. الله ينعم عليك، شلونك؟ لولا بعض المفترقين كنت بألف خير من الله. طيب تفضل لعندي إذا بتريد. مشان شو؟ مشان تضبط الفاتورة تبعك. ما عاد بدي إياها، خلي لكم إياها، بركي بتشبعوا أكل. لك ليش سكرت التليفون بوشو؟ التهي بشغلك ما دخلك. طيب شو كان بده منك؟ مين؟ الأستاذ موفى. شي بيهوي؟ مروحة؟ ما في غير روح لعنده وقبضوا الفاتوره.